لأكثر من 3000 عام كانت عمان مركزاً لطرق التجارة البحرية، نظراً لقربها من قناة السويس والخليج العربي والمحيط الهندي، وهي تربط خطوط شحن مهمة من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا. أطلقت شركة النفط العمانية للتسويق مؤخراً محطة وقود بحرية في موقع استراتيجي في ميناء الدقم لخدمة طرق الشحن الرئيسية هذه بين الشرق والغرب. تتكون المحطة الجديدة من 30,000 متر مكعب من الخزانات وخطوط الأنابيب ومجموعات المضخات والصمامات والمعدات الكهربائية والميكانيكية، بالإضافة إلى الأعمال المدنية والإنشائية والطرق مع جميع المرافق الأخرى المطلوبة. كما سيتم تسليم المخابئ أيضاً عن طريق البارجة مع إضافة 10,000 طن متري MT-ألفا قادرة على توصيل 3.5% من الكبريت HSFO و 0.5% من الكبريت VLSFO و LSMGO بمعدل ضخ يصل إلى 1000 متر مكعب في الساعة. نظراً للتغيير الكبير الأخير في اللوائح الدولية لوقود السفن، فإن المحطة قادرة على التعامل مع جميع متطلبات الوقود منخفضة الكبريت من عملاء الشحن. كما توفر محطة الوقود البحري أعلى مواصفات وقود الصهاريج وفقاً لمعيار آيزو 8217، والذي تم تصميمه لتلبية الطلبات المتزايدة على الوقود البحري عالي الجودة، بما في ذلك الامتثال لوقود الكبريت المنخفض بما يتماشى مع IMO 2020. يخضع ميناء الدقم نفسه للتحديث والتطوير ليصبح وجهة شحن جذابة. إن توافر وقود السفن ومواد التشحيم البحرية بالإضافة إلى خدمات السفن الهامة الأخرى يؤدي إلى توفر مجموعة من الفوائد الاستراتيجية، بما في ذلك مرافق الموانئ الحديثة التي تقدم مجموعة كاملة من خدمات السفن وخيارات أسعار تنافسية للغاية للوقود منخفض الكبريت ومنتجات التقطير. أضف إلى ذلك انخفاض أقساط التأمين على الشحن بسبب وضع الدقم كمنطقة آمنة وعامل موثوقية مرتفع للغاية. تعد شركة النفط العمانية للتسويق كياناً رائداً في مجال الوقود البحري، مع وجود رخصة تزويد الوقود البحري إضافة إلى وجود سجل أمان وسلامة في الدقم. تشمل الخدمات المقدمة في ميناء الدقم الإرشاد وإمدادات المياه العذبة وجمع النفايات وخدمات القاطرات وتغيير الطاقم وخدمات إزالة الانحدار ومناولة السفن وقطع غيار السفن وخدمات الأحواض الجافة لجميع السفن الموصلة. يعد إنشاء وتطوير محطة الدقم للوقود البحري من قبل شركة النفط العمانية للتسويق جزءاً من خطة التنمية لرؤية عمان 2040 لتنويع اقتصاد السلطنة. ويشهد القطاعان البحري واللوجستي العماني تطوراً سريعاً مع مثل هذه المبادرات التي تربط عمان ببقية العالم. يأتي ذلك في وقت تتسارع فيه نمو حركة الشحن في بحر العرب، ومن المتوقع أن ينمو سوق وقود السفن في الشرق الأوسط وإفريقيا بأكثر من 12% حتى عام 2025. تتيح المحطة خدمة العدد المتزايد من عملاء أسطول الدقم بوقود بحري عالي الجودة. يضمن سجل النفط العمانية للتسويق التشغيلي إلى جانب أحدث المرافق والبنية التحتية الداعمة سلسلة توريد وقود موثوقة وفعالة. ومن المقرر أن تصبح سلطنة عمان مركزاً لوجستياً دولياً على مستوى عالمي في سوق الشحن الدولي. للوصول إلى هذا الإنجاز تخطو السلطنة خطوة للأمام نحو تحقيق الهدف المتمثل في أن تكون من بين أكبر موردي خزانات الوقود في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2027.